المجلس المحلي يسعى جاهدا لإدخال أكبر عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة على أساس اطلاعهم على الظروف الصعبة للبلد، الظروف التي يعاني منها السكان الاقتصادية والاجتماعية، والنقص في المباني العمومية، المدارس والمؤسسات الأخرى، وحل كامل لديون المجلس المتراكمة منذ سنوات بعيدة. المجلس المحلي يرى بزيارة الوزير كخطوة نحو مستقبل أفضل، يعني كخطوة جيدة وممتازة في هذه الظروف، خاصة أن الوزير زار المناطق الصعبة وتجول في الحارات التي تعاني ضائقة شديدة اجتماعية واقتصادية، ورأى بأم عينه ما يحدث حقيقة في جسر الزرقاء، ليس عبر وسائل الإعلام وإنما على أرض الواقع. فنحن نرى يعني نعول على هذه الزيارة كثيرا، خاصة أن الزيارة جاءت بعد عدة زيارات أيضا للنواب العرب الذين زاروا البلد، على رأسهم الدكتور أحمد الطيبي ومسعود غنايم وشخصيات أخرى من النواب العرب الذين قدموا لقرية جسر الزرقاء ورأوا ما تعانيه القرية من مشاكل. نأمل خير إن شاء الله. ناحل تنميم بمتصادة معرفي، ناحل تنميم بحوف أيام، ואתם יודעים איך הרגישות לטבע, וגם שכנינו מקיסריה באו בתקופה... ג'לס זיארה הזה לווזיר דרעי, אריה דרעי, היא כנת בינן על הטלב מן רייס המג'לס, וההת זיארה מן שענה אינה תוסעד אל בלד משען תוכרוג' מן דעיקתה, البلد جسر الزرقاء تعاني من ضائقات عديدة، أهمها الضائقة الاجتماعية اقتصادية، النقص في الأراضي للسكن وللمباني العامة، وكذلك من ناحية مواصلات. الجلسة هذه بوقتها، إذا الجسر الزرقاء اليوم في عندها خرائط الموجودة في وقت بسموه إيداع، في إيداع للخرائط، وهذه الخرائط بدها دعم حكومي، دعم وزراء كالوزير درعي، وإن شاء الله دعمه هذا بيأدي وبيعطي نتائج إيجابية، من شأنها إنها تعطينا خارطة هيكلية موجبة إيجابية. القصد من اللقاء مع وزير الداخلية، أنا حسب اعتقادي تعتبر زيارة هامة ومثمرة، ستكون لها نتائج على مدار السنوات المستقبلية. هناك خطط شاملة وشمولية أقامها المجلس المحلي بعد دراسة وتعمق. نسأل الله أن تخرج هذه المخططات لحيز التنفيذ بعد دعم وزير الداخلية لهذه المخططات. Thank you.